واو، مقهى لطيف. ياي، أنا أولا. بيتزا واحدة لو سمحت. لنصنع بيتزا أخرى. واو، مطبخ جميل. لنبدأ العمل. أولاً سنحضر العجين. عجينتنا جاهزة. الخطوة التالية، الكيتشاب. وأخيرا سنخبزها. هل يمكنني الحصول على مخفوق الحليب؟ شكرا لك. أوليفر، ما هذا؟ لا تقلق، سأريك كيف تصنع مخفوق الحليب. أولاً سنحتاج الفواكه والحليب، موزة، فراولة، حليب. مخفوق الحليب جاهز. يمكنني الحصول على هذه الكعكة؟ يم 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 يم. أوليفر، لنزينها بطريقة أخرى. لنزين هذه الكعكات. الكعكات جاهزة. أريد النقانق من فضلك. أوليفر، ما هذا؟ سأعلمك كيف تحضره. لتحضير ساندويتش النقانق نحتاج إلى نقانق طرية. المرحلة التالية. النقانق جاهزة. أعلنته معاً. ياي.
ودلع.